تحل يعني اليوم احنا مع الموعد الجديد مع قراءه في كتاب الوحده الترابيه قضيه المغاربه الاولى. هذا النشاط يندرج طبيعة الحال يعني في سياق الأنشطة التي تقوم بها كلية عين الشق اللي يعني في كل القضايا يعني سواء يعني الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، كذلك يندرج ضمن يعني احتفال المغاربة يعني المسيرة الخضراء. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن سياق يعني دولي وإقليمي، وبالتالي من هنا تأتي أهمية تقديم الكتاب للأخ والصديق والرفيق سي شعيب الحمراوي. ما يهمنا بطبيعة الحال يعني من خلال هذا اليوم الدراسي أو هذا الندوة الصحفية أن نقترب مع شريحة أخرى. جرت العادة بأنه يقدم الكتاب يعني فضاءات ثقافية يعني نخبوية. اليوم يعني ننفتح على يعني الشريحة يعني اجتماعية وكذلك ثقافية معينة طلبة عين الشق، وبالتالي كما يأتي في الكتاب أهمية التحسيس بالقضايا الوطنية المغربية يعني تؤسس أو تبنى على أهمية يعني مشاركة جميع المغاربة بدون استثناء يعني في فهم والتفاعل بشكل إيجابي هو مواطن مع القضايا الوطنية. وكذلك لا ننسى بأنه أهمية هذا الكتاب يأتي في سياق دولي وتحولات مهمة جدا في ملف الصحراء، وبالتالي الكتاب يقدم يعني إضاءة تاريخية واجتماعية، وكذلك يعني يقدم مقترحات من شأنها أن تعزز ثقافة المواطنة، ومن شأنها كما قال في الكتاب يعني أن يفتح هذا الملف على مصراعيه لكل الكفاءات وكل الطاقات المغربية لما فيه بطبيعة الحال يعني المصلحة والاستمرار التطور الإيجابي للتعاطي الإيجابي مع هذا الملف.